السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض فيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده، دورة الفراخ بتاعتنا ما شاء الله ماشية كويسة جدا وماشية مظبوطة، أوزان ما شاء الله كويسة أوي. طبعا يا جماعة، زي ما قلت لكم النهاردة اليوم 25 لهم، علشان الناس اللي هي ايه بتقول ان انتوا ما بتقولوش في الفيديو وكده، فانا بقول لكم في بدايه الفيديو. يمكن معلش الفيديو هينزل لكم متاخر شويه، فمعلش. النهارده هنعمل وصفه كويسه جدا لهم باذن الله يا جماعه. يعني يوم كده ولا اتنين هنصور برضو مع بعض الوزن، علشان نشوف الوزن برضو وصل لغايه فين. الاحجام ما شاء الله ماشيه طبيعيه وكويسه جدا. فراخ يا جماعه ماشيه كلتها بالخلطات والاعشاب، ما خدتش دواء، ما خدتش اي حاجه، وماشيه ما شاء الله. يا ريت كمان تبقى انت عندكم نفس الاحجام، بس اهم حاجه يا جماعه حافظوا من الاسهالات، لان الاسهال هو اللي بيدمر الفرخ. تمام. العمر ده خلي بالكم من الكوكسيديا برضو. الكوكسيديا ده اول حاجه بتصفي الفرخ معاك وبتنشف، عشان الناس اللي بتقول الفرخ عندي وزنه خفيف بيكون الفرخ عنده كوكسيديا وانت مش واخده بالك منه. هنعمل النهارده وصفه كويسه جدا، بس اهم حاجه زي ما انتم شايفين برضو حابه اكد عليها التهويه والنظافه، مش هنقول اكتر من كده. تهويه ونظافه هتستلم فرخ اوزان زي الفل. غيرنا العلب بقى من مفتت لمحبب زي ما انتم شايفين قدامكم كده في الكاميرا. كنت الاول بجيب العلف المفتت اللي هو النام المفتت، على اساس يكون نصه ناعم ونصه خشن الفرخ يعرف ياكل. دلوقتي ما شاء الله الفرخ كبر معانا وبقى ايه مد حجم كويس. هندي ايه؟ هندي الخشن، علشان ميبقاش فيه ناعم قوي ويهدر معانا في ارضيه العلافه وكده. لا، هيبقى كلته خشن زي ما انت شايفين. حابه انت برضو في العشر ايام الاخرى تدي ناهي، ماشي مفيش مشكله. حابه تمشي بنام على طول زي ما انا ماشيه كده، انا ان شاء الله مش هغير، هنمشي برضو كده بالنامج. ما شاء الله برضو الاوزان يعني معانا بتدي اوزان كويسه جدا من غير ما نغير ولا حاجه. الخلطات بقى كده يا جماعه دايما على طول، توم وبصل كده. يوم الوصفه اللي احنا عاملاها، انا عامله النهارده وصفه تسمين كويسه جدا. الوصفه دي ما شاء الله حتى لو انت عندك الفرخ ضعيف، بس اعملها مرتين في الاسبوع، ما شاء الله هتخلي الفرخ عندك شايل وزن كويس جدا. الفرخ لو شهيته مقفوله ما بياكلش، اللي هتبص برضو تلاقي ده تفتح شهيته على الاكل. انا عشان مصوره برضو يعني اخر النهار وكده، وانا قلت لكم ان شاء الله باجي قرب المغرب كده بايد اللمبه زي ما انتم شايفين. ده لمبه 100 اهيت انا حاطها له. في نفس الوقت برضو سايبه تهويه غير مباشره، يعني سايبه لهم تهويه ما شاء الله، علشان ايه فراخ كبرت بقى ونفسها بيبقى كده يعني حامي على بعض وكده. فاهم حاجه التهويه، مش هنقول لا الفراخ هتبرد ولا كده ونخاف عليها ونغطي، لا، عشان تاخدي فرخ سليم كويس معاكي نهتم به. تمام كده يا جماعه. فان شاء الله برضو يعني زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الفراخ يعني تحس ان هي عريانه، بس ما شاء الله مديه وزن وتقل كويس جدا. الفرخ دوت اللي انتم شايفينه العريان ده ما شاء الله بيشيل معاك وزن جامد، يعني هو لسه هيجهل اكتر من كده كمان. ده يختلف تماما عن الفرخ اللي هو بيقفل ريش. يعني انتوا لو انتوا لاحظتوا معايا كده، في بعد فرخ يعني بدأ ان هو يقفل ريش، وفي بعد فرخ لسه تحس ان هو عريان. الفرخ العريان ده ما شاء الله هيشيل معايا وزن حلو قوي، عشان الناس اللي بتقلق يعني وبتقول الفرخ عندي لسه ما عملتش ما قفلتش او لسه عريانه، لا ما شاء الله يعني هيبقى وزنها حلو معاك. فاحنا دلوقتي بقى هنعمل وصفه كويسه جدا. الوصفه دي يا جماعه هنعملها مرتين حلوه قوي في الاسبوع. الوصفه دي عباره عن ايه؟ دي ان شاء الله هتشوفوها معايا كده، هعملها قدامكم عملي علشان برضو تشوفوها معايا. هتخلي ما شاء الله الفرخ في اقل وقت هيشيل معاك وزن كويس. يعني احنا ما شاء الله قدامنا بقى من هنا رمضان، يعني ما شاء الله قدامك كده يعني حاجه و20 يوم. في الوقت دوت بقى هيبقى عندك ما شاء الله احجام كويسه جدا. خلال اليومين ده همت بتبص تلاقي الفرخ يكبر معاكي، ويوم ويجي بيومين، لان الفتره دي فتره التحويل. الفرخ النهارده بيبقى بشكل، بكره تلاقيه بشكل تاني خالص. ده يختلف يعني تماما عن الايام الاولانيه. تمام كده. فان شاء الله برضه هنشوف كده الوصفه اللي احنا عملناها مع بعض. تعالوا كده يلا يا جماعه كده نشوفها، نحط لايك اللي محطش لايك. عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، وشيروه برضو علشان ناس كتير تستفيد من وصفتنا النهارده. يلا بينا كده يا جماعه نشوف الوصفه عباره عن ايه. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين، اول حاجه معايا علبه الزبادي. طبعا الوصفه يا جماعه اللي انا بعملها، انا عايزاكم تعملوها مرتين في الاسبوع. قبل كده كنت بعمل وصفات كتير، علشان لو انت مش متوفر عندك وصفه ولا حاجه تقدر ان انت ايه يعني يبقى قدامك فرصه ان انت تعملي الوصفه اللي انت عملتها ايه اول يوم. تمام. فانا معايا علبه الزبادي حطيتها كلها زي ما انت شايفين. هناخد برضو معلقه كبيره من الخميره الفوريه. ده يا جماعه خميره فوريه من بتاعه الخبيث. الناس اللي هي بتقول لي طب الخميره اللي هي البيطري، بصراحه انا ما جربتهاش، بس هي كويسه برضو مش وحشه.
كل شغلي في تربية الطيور بالخمارة الفورية اللي انت شايفينها دي. دي احسن حاجة ما شاء الله، بتخلي الفرخ ياخد معايا وزن كويس جدا. تمام، معايا برضو حلبة مغلية. الحلبة ديت انا هاخد ايه، هاخد المية بتاعتها، هناخد كده حوالي يعني 10 سنتي 20 سنتي زي ما انت شايفين، يعني نص كوباية مية كده اهوت، وتغلبها شوية الحلبة وهتاخد المية بتاعتها. دي احسن حاجة واحسن وصفة تخلي الفرخ ما شاء الله هيشيل معاك وزن كويس جدا. تمام، هنخلطهم كلاتهم كده ببعضهم زي ما انت شايفين، نضربهم كويس قوي، لان الوصفة دي يا جماعة انا مش هحطها على الاكل، الوصفة دي انا هحطها على المية، لان الخميرة خلاص هنبدأ بقى من هنا ورايح ان احنا هنحطها على المية، وده احسن حاجة. كل الفرخة ما يشرب هتضمن ان هو يشرب ايه، المية بالخميرة، هتخلي الفرخ ما شاء الله ياخد معاك وزن كويس جدا. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ تعالوا بقى كده يلا بينا نحطها الفراخ بتاعتنا. ودلوقتي يا جماعه الوصفه جاهزه اهيت، وهنحطها ايه على الميه. الخميره دي بتعمل ايه؟ بتفتح شهيه الفرخ، بتخلي الفرخ ما شاء الله تبقى شهيته دايما مفتوحه على الاكل، ياكل معاك كتير. يمكن انت لو لاحظتم انا حطيت الميه اهيت، وما شاء الله الفرخ بيشرب معايا كويس اهو، لان كانت في ناس بتقول ان معظم الوقت الفرخ بيبقى نايم لا بياكل ولا بيشرب. لا، اللي بياكل ولا بيشرب دوت ده بيبقى في الصيف قوي، اللي بيبقى في الحر، انما بياكل ويشرب ده بيبقى عايز فاتح شهيه. علشان كده انا قلت لكم على طول هنحط الخميره عشان تفتح شهيته، خلاف كده وكده كمان ان هي بتقتل البكتيريا الضاره وبتنشط البكتيريا النافعه. تمام، دلوقتي بقى الفراخ بتشرب اهيت، قدامهم الاكل، انا مش هعلفهم دلوقتي بقى الا ما يخلصوا الاكل اللي قدامهم. تمام، فيعني بسم الله ما شاء الله، يعني خلي بالكم بقى يا جماعه في الوقت ده هو، تحاولوا لو انت عندك العدد كبير والاوضه مثلا اللي عندك ضيقه ولا حاجه عليهم، حاولي ان انت بقى ايه تحط لمبه اللي هي البيضه، اللمبه النيو اللي هي الموفره ديت. تمام، او لو ما عندكش اللمبه اللي هي النيو الموفره، ممكن تحط النواسه الصغيره دي، هتبقى حلوه قوي عليهم. يعني ان شاء الله كده، يعني ممكن على بكره كده ان شاء الله هشيل اللمبه الكبيره اللي انت شايفينها ديت، وهركب نواسه صغيره تبقى حلوه قوي على قدهم. ليه؟ لان يعني زي ما انتم شايفين ان فتحه كبيره قوي عليهم، يمكن انت شفتها معايا قبل كده، علشان تهوي المكان لان اللمبه كبيره. فيا جماعه الناس اللي هي بتربوا في بوكس او بتربوا في مكان ضيق وحاطه لمبه كبيره 100 ولا حاجه، والفراخ ما شاء الله كبرت معاها ووصلت معاها الحجم دوت، حاول ان انت تقللي الاضاءه بتاعتهم شويه علشان الفرخ ما يتعبش معاك. تمام، لان سبب الطشمه وسبب الورم العين والالتهابات والحاجات دي كلها تبقى سببها الكتمه والفرخه اللي مش اللي قصدي الفرشه اللي مش نظيفه. تمام، فاحنا لازم ناخد بالنا من الحاجتين الاثنين دولت بس. ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.